بالتأكيد يعني هذه هي الثغرة الأكبر لدى الفلسطينيين في هذه المرحلة بعدما سيطرنا على المعابر، وكل حالة تأتي من الخارج يتم وضعها بالحجر الصحي، وبالتالي هذه الأمور يعني مسيطر عليها بشكل كامل. ولكن موضوع العمال، حيث العدد الأكبر من العمال، نتحدث عن عدد كبير يعني عشرات آلاف العمال الذين يأتون والمفروض أن يأتوا إلى المناطق الفلسطينية، هؤلاء لم يخضعوا لفحص، وعدد منهم مصاب أسوة بالجمهور الإسرائيلي الذي يعني يختلطون به، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة في هذا الجانب. نعم سيد أشرف، سيد أشرف، هناك من تحدث في السابق عن تعاون إسرائيلي فلسطيني، واليوم هناك من يتحدث عن توتر في العلاقات في 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 التنسيق من أجل مكافحة كورونا فيما يتعلق أولا بقضية العمال وأيضا قضية المعابر. هناك من يقول في الجانب الفلسطيني أن هناك تسهيلات للعمال الدخول والعبور، وهذا ما يشكل أزمة عند الجانب الفلسطيني. بالتأكيد إسرائيل قامت بفتح بعض المعابر بشكل حر للدخول والخروج، وهذا يعني يجعل الأمر تحت خارج نطاق السيطرة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، نحن طلبنا أو الحكومة الفلسطينية طالبت بأن يتم فحص العمال، بمعنى أن العمال قبل أن يأتوا إلى مناطق السلطة الفلسطينية من المفروض أن يحصلوا على فحص. السلطة الفلسطينية ليس لديها وسائل فحص لعدد كبير من المواطنين، وهذا الأمر ينطبق على الأسرى المعتقلين أيضا. قبل أيام خرج من سجن عوفر معتقل فلسطيني تبين أنه مصاب بالكورونا، وقام بنقل العدوى إلى عدد من الذين اختلطوا به والتقوه بعد خروجه من الأسر. ونحن نطالب بأن يتم فحص كل الأسرى الفلسطينيين، لا يوجد عدد. نعم. يعني في قضية الأسرى الفلسطينيين يعني ثم توجه من قبل صائب عرقات إلى منظمات دولية وطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل هذه الظروف كما فعلت دول أخرى فيما يتعلق بقضية السجناء، أين يقف ذلك الآن؟ يعني نحن نطالب ونناشد كل المؤسسات الدولية بإفراج عن الأسرى والفلسطينيين، خاصة الحالات المرضية، النساء، الأطفال، يعني الحالات التي سيصعب عليها مواجهة الكورونا فيما لو انتشر. كما تقوم إسرائيل بالإفراج عن عدد من المعتقلين لديها، والعالم كله يقوم بالإفراج عن معتقلين في هذه الظروف، إسرائيل أيضا مطالبة بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى والمعتقلين. سيد أشرف، عن أي تنسيق يتحدثون في حال تم فتح المعابر للعمال الفلسطينيين بالدخول والخروج إلى إسرائيل وهذا يسبب أيضا انتشار الفيروس، في حال أيضا لم يتم رعاية أمور السجناء وأيضا لم يتم التواصل مع الأسرى فيما يتعلق بهذا الملف، إذن عن أي تعاون يتحدثون في هذه المرحلة؟ يعني الحديث بالأصح بين وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة الإسرائيلية، ولكن على مستوى السلطات التعاون ليس قائما بشكل جدي، حتى أن الاجتماع الذي كان من المفروض أن يعقد بالأمس بين المندوبين الفلسطينيين والإسرائيليين تم تأجيله بسبب أن مصدر من وزارة الصحة الإسرائيلية اتهم السلطة الفلسطينية بالتقصير وعدم قيام واجباتها، وبالتالي هناك إمكانية لأن تقوم إسرائيل بالاعتذار. سيد أشرف، ابقى معي، نتحول أيضا إلى مراسلتنا في القدس أحلام عثمان التي تنضم إلينا وهي تتواجد في منطقة عطاروت. أحلام، مرحبا بك. هناك أنباء جديدة أيضا عن ارتفاع بعدد المصابين والإصابات في الضفة الغربية، نتحدث عن إصابات جديدة، ما هي صورة الوضع وأيضا كيف يقرأ الجانب الفلسطيني قضية انتقال العمال، علما نتحدث أشرف سيد أشرف عن هذه النقطة أيضا؟ نعم أدهم، نحن نتواجد هنا في المنطقة الصناعية عتاروت الواقعة جنوب رام الله. في هذه المنطقة يتواجد العديد من العمال الفلسطينيين الذين يأتون من الأراضي الفلسطينية وبالتحديد من منطقة الضفة الغربية ويعملون في هذه المصانع. يتضح على أنه تم رصد قرابة 9 إصابات، مصاب 9 عمال مصابين بفيروس كورونا ويعملون في مصنع للدجاج هنا في مدينة في عتاروت. بالإضافة إلى ذلك يوجد هناك 11 إصابة في رام الله وإصابة واحدة في مدينة الخليل. كل هذه الحالات قرابة 21 حالة مصابة بفيروس كورونا وهي لعمال فلسطينيين يعملون في المصانع الإسرائيلية وفي داخل الأراضي الإسرائيلية. لذلك الخوف هنا من أن يتفشى فيروس كورونا بين المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا ما حذرت
منه السلطات الفلسطينية من أن يتفشى المرض هناك عبر تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى الأراضي الفلسطينية عن طريق عملهم هنا في هذه المصانع. لذلك نرى على أن أيضا هناك تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية على أن إسرائيل تعمل على التسهيلات للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى هنا للبقاء على اقتصاد قوي لها. لذلك هو نعم أحلام تحول طبعا لسيد أشرف في نقطة هامة. يعني من جهة هناك كارثة تنبه السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية من حدوث كارثة صحية، في المقابل كيف ممكن معالجة المشكلة الاقتصادية فيما يتعلق، نحن نتحدث عن أكثر من 60,000 عامل فلسطيني يتواجدون أو يعملون داخل إسرائيل. يعني لا شك أن هناك مشكلة كبيرة في جلوس هؤلاء العمال بالبيت، ولكن هذه مشكلة على النطاق العالمي، حياة البشر أهم بكثير حتى من قضية الموضوع الاقتصادي، يمكن معالجة ذلك بتقديم بعض المعونات لهؤلاء العمال، ولكن الحفاظ على حياتهم وحياة المواطنين الفلسطينيين والقضاء على فيروس الكورونا ومرض الكورونا وانتشاره في المناطق الفلسطينية وفي كل العالم هو أولوية قصوى أكثر من أي شيء آخر. والقضايا الاقتصادية يمكن التقاسم فيها بالحكومة، موظفين، كل القطاعات المختلفة يمكن أن تتعاون. السيد